وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مخيم نور شمس بتلكرمة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمخيم لليوم الثاني على التوالي. وكانت قوات الاحتلال قد واصلت اقتحامها لعدد من مدن وبلدة الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الشرقي والغربي، واعتقلت العديد من الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعاري في محافظة رام الله والبيرة بعدد من الآليات.